آخر يقول لك الحكومة ما لها نية حقيقية بشراء السلاح، لأن فتحت باب الشراء وتسجيل السلاح، لأن الحكومة إذا نجي نحسبها، خلينا نحسبها حساب عرب. لا أستاذ، 16 مليار إذا تسمح لي مخصص لشراء الأسلحة، مليارين لبغداد وكل محافظة مليار. بالله هذا المليار يعني يشتري له سلاح مال قطع واحد من مدينة صدر؟ لا أستاذ محمد، بس حتى هذا المليار أو المليارين لمحافظة بغداد، هذه للسلاح المتوسط صعودا، السلاح الخفيف مسموح له. زين، سلاح المتوسط هو من راح يعرض السلاح المتوسط؟ هو من راح يقول انا عندي سلاح متوسط؟ اذن شنو هاي الاموال؟ ولو يجي يبيع على الدوله، هو يروح يبيع على الشارع، لو يروح يبيع على العصابات تشتري ثلاث اضعاف الدوله. هاي شبيك استاذ محمد؟ اكو ناس تملك من المبالغ ارقام خياليه، بحيث مستعده تشتري السلاح باربعه اضعاف سعره. اربعه اضعاف سعره، شوف ركز وياي بالكلام. هذا معناها شنو؟ معناها عندهم غايات اخرى. انا بهاي النقطه اذا انتقل، احنا حكينا بهالنقطه، بس حتى اعطيك نقطه اخيره. شوف الجهات اللي تملك الان الرجال والمال والسلاح، هذه جهات متنفذه بالبلد. انا دا اتكلم على ثلاث نقاط: رجال، مال، سلاح. اذا اكو جهات مستعده ان تشتري السلاح باضعاف كذا، اكبر مما تدفع الدوله. ولهذا هذا ما راح يعرضه للدوله. انا هذا اللي اخاف منه، والله ما اخاف من المواطن اللي عنده مسدس لو عنده رشاشه وضامها ببيته حتى يحمي روحه.